السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس آه زارت الهلال الاحمر وكتبت تويت قالت فيها كل الشكر إلى مؤسسة الهلال الاحمر المصري حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة. ولقد تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية. حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة حي تحية للسيدة انتصار السيسي على هذه اللفتة إنها يعني تروح وتزور وتسلم على أولادنا خلي بالكوا أغلب الناس دي برضو فيها ناس متطوعة كتير يعني وده تأكيد طبعا لدور الهلال الأحمر المصري والدولة المصرية في دعم اشقائنا حقيقي الفلسطينيين بقى على كل الاصعده وعلى كل السبر ده بيبان من هذه المواقف خلي بالكم مهم قوي قوي ان المتبرع ده رغم ان هو اه جاي وبيجتهد ويعني حابب الموضوع بس برضه اما حد يطبطب عليه بكلمه بزياره زي دي لا دي بترفع من روحه المعنويه جدا بشكل كبير جدا جدا ويساعد بقى كمان على ايه؟ نشر ثقافه التطوع. حب عمل الخير آه على فكره يا جماعه ده ده في بلاد تقدمت ورجعوا كده تاريخ الصين قامت على حلها تخيلوا بايه بالتطوع ده ده الصين دي يا جماعه كانت يعني مش عايز اقول لكم كانت عامله ازاي الاول يعني اقروا كده تاريخ الصين ولما بداوا حتى يبقوا ناس كبيره زي الصين دلوقتي عارفين بداوا بايه بداوا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه الناس دي مليار ونص انتوا احيانا معلش يعني انا مش قصدي حاجه بس احيانا كده بنقعد نهزر مع بعض يعني يقول لك الناس دي ده بياكلوا كذا وبياكلوا كذا انت عارف يعني ايه مليار ونص يعني لا الوضع مختلف لكن الناس دي تعبت اشتغلت اجتهدت بداوا بالعمل التطوعي واعتبروه اساس النهارده هم هم فين بقى يا فندم النهارده هم الصين فيعني بكرر شكري للسيد انتصار السيسي حي على هذه الزياره وان شاء الله يا فندم اتمنى انها تتكرر في مع كل المنظمات الاهليه ان هم فعلا محتاجين الطبطبة دي محتاجين الدعم ده ده بيرفع من روحهم المعنوية بشكل كبير